تواصلت الأجواء الكروية المثيرة في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، حينما اهتزت الشباك 12 مرة في 3 مباريات أقيمت على ملاعب مختلفة. البداية كانت في استاد جاسم بن حمد، حيث قاد الكوري لي كانغ إن منتخب بلاده للفوز على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحقق البطل في مناسبتين انطلاقة قوية ضمن المجموعة الخامسة. وبالنتيجة ذاتها وعلى ملعب أحمد بن علي، تغلب العراق بطل العام 2007 على إندونيسيا ليزاحم اليابان على صدارة المجموعة الرابعة. ورسم منتخب الأردن لوحة زاهية في ملعب الجنوب بفوزه على ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك بفضل ثنائية محمود مرضي وموسى التعمري ليتصدر النشامة الترتيب العام للمجموعة الخامسة. وتختتم الجولة الأولى من المسابقة يوم الثلاثاء بإقامة مباراتين ضمن المجموعة السادسة، حيث تواجه تايلاند قرغيزستان في تمام الساعة 5:30 مساء على استاد عبد الله بن خليفة، في حين يفتتح منتخب السعودية مشواره بلقاء عمان عند الساعة 2:30 مساء على استاد خليفة الدولي. كن مطلعا على آخر النتائج والأخبار الخاصة بكأس آسيا عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحمل تطبيق AFC Live على هاتفك المحمول.